عصيبا مرحبا بكم على قناة طيب الوحوش على يوتيوب. مانيش مبرمج باش نصور الفيديو هذايا، لكن متعدي بالصدفة عرضني صديق عنده محل تجاري في الحمامات على طريق الرئيسي، على خاطر فما شكون فيكم برشا تسألوني على محل تجاري موجود في الحمامات، الاكتيفيتي النشاط يعني سياحي و حاجة كيما هكا، يعني يجي ريستوران، يجي قهوة، يجي حتى محل من نوع هذايا. نمشي مع بعضنا ونعملوا طلع على المحل اللي نشوفكم في اخر الفيديو. هذا المحل نتاعنا، احنا توا حدا كويزينا وحدينا كعال كياس الرئيسي، شارع حي ونشط وكل شيء، حدينا لي زكتيفيتي لهنا، كل شيء موجود، بلاصه روعه. في انا براتيك على الاخر باش الواحد يخدم بها ويعمل اكتيفيتي لهنا تكون ناجحه على الاخر، حكم كياس حي ويهز كياس هذايا ما بين الحمامات، يهز ما بين الحمامات ونابل، يوصل زادا للمنطقة بتاع الحي الجامعي وكل شيء. كيما تشوفوا فساد واسع على الاخر، والبنية فيها روتري مزيان برشا، يعني فيه تراس واسع على الطريق الرئيسي كيما تشوفوا. نمشيو مع بعضنا ونعملوا طلة على الترا على المحل التجاري. ها برا ندخلوا سي العابد معانا اليوم، خبير عقاري، باش يحكي لنا على المحل هذا. قداش مساحته سي العابد؟ هذا الغرفة فيه 105 متر مربع والفوق فيه 115. يعني عندنا 105 متر مربع في الريتشوسي، يعني في المنطقة هذيا. والفوق عندنا 115 متر. كيما تشوفوا يحل على الكياس ديريكت، فساد واسعة. اكسبوزيسيون خارقة للعادة، من بعديك تنجم تخدم الكليراج، تخدم الديسبوزيسيون بتاعك كيف ما تحب من الداخل. لهنا الكل الأرضية كلها رخام الأرضية. شنو نوع رخام؟ رخام إيطاليا. من بعد فنيق صور عيون وكل شيء، يعني حتى في الفينيسيون تنجم إذا كانت حاضر وكل شيء تنجم تكمل على كيفك. يعني عندك شوفوا الإطلالة هنا بتاع شنو اسمها المكان هذا؟ ميتزانين. يعني عندنا زوج مستويات هنا، فما نلقاو بارتيه لنا مزيان برشا، تنجم تكون صالون قهوة ولا حاجة كيف لهنا، ينجم يكون تيراس مزيان برشا. عندنا غرفة لهنا تنجم تكون هي غرفة تاع الدورة تاع مياه، بيت حمام صغير. لاي نفسي بنتويت، ثم ما يقارب 30,000 كهرباء تتعدى من هنا كل يوم، ثم تقريبا حسب الإحصائيات تاع البلدية ثم تقريبا 30,000 سيارة تتعدى كل يوم من الشارع هذا. يعني إذا كان عندك أكتيفيتي تنجح 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 ما في شك. السعر بتاع المحل هذا للبيع قداش؟ تقريبا 584 ألف دينار. يعني إذا كان تحسب هنا المتر مربع يساوي تقريبا 3000 ولا 3000 شوية دينار، 3000 دينار المتر كاري راهو حق ترى. يعني 220 يعني حق التراب. التراب اللي تشري نمرة تراب وتبني فيه يتكلف لك الأرض كهو على الأقل على الأقل 3000 دينار. الطريق الرئيسي في المناطق التجارية الأسعار أسعار غالية شوية. هنا بجنبه نلقاو هنا فما مدخل تاع باركينغ خاص بالشقق اللي موجودين الفوق. أنا في وسط الفيديو ديريكت ما نتعداو تويكا نشوفوا البورتمان.